يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، الإسكندرية 31-23، مطروح 29-21، بورسعيد 32-23، والإسماعيلية 38-22. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 21، العريش 33-20، طابة 36-23، شرم الشيخ 40-29، والغردقة 41-29. أما بالنسبة للأقصر فدرجة الحرارة العظمى 44 درجة والصغرى 27، أسوان 44-29، الوادي الجديد 43-28، شلاتين 38-28، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 27. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.